الخبر الاول اللي عدنا انكشف حقيقة نارين بيوتي والوشم اللي مسويته بهذا المكان تقريبا. فبالنسبة للاشخاص اللي شافوا المقطع السابق وشافوا اني حطيت ستوري نارين بيوتي، واغلب اللي شافوا هذا الستوري لاحظوا انه اكو شيء غريب صار، واللي هو ان نارين بيوتي عندها وشم معين برجلها، هو مو كلش واضح ولكن لو تدققون يبين. طبعا اكيد هي حرية شخصية وما حد له علاقة، ويمكن هذا الوشم نارين بيوتي مسويته من زمان وهي ندمانة عليه وما حابة تقول للمتابعين عليه، او انه ممكن يكون هو خصوصية مو اكثر. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وليش تشوفون ان نارين بيوتي خافية علينا الوشم اللي مسويته. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو محمد جواني، فجواني نزل على حسابه بالانستغرام ستوري يقول بيه انه اليوم راح ينزل اقوى مقلب بقناته، وهذا المقطع راح ينزل الساعة بالاربعة، راح احط لكم هذا الستوري شوفوا. واستنوا بكرة الساعة 4 اقوى مقلب على قناة اليوتيوب. جاهزين؟ حبكم. اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو نور مار، فنور نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي اعلن بيه على المقطع اللي راح ينزله اليوم الساعة بالاربعة على قناة الاساسية اللي راح يكشف بيه الحقيقة تهكير قناة يارا مار اللي ذكرت لكم اياه تقريبا قبل مقطعين، راح احط لكم هذا الستوري شوفوا. جماعة كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا لحد يتم الرئيس عنان انور ابدا مور فيه ولا بكره في فيديو يا جماعه على الانفصال عنه، يخرب ام التيك توك على ام التيك توك. ممكن اقول لكم يا جماعه بكره في فيديو على اليوتيوب، خليكم على الساعه 4 مو بكره يعني اليوم بنعد الساعه 4، لكن خلاص بقى اسكت وجع الساعه 4 خليكم جاهزين. قناه نور الاساسيه 3.85. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات المقطع منهم متحمسين اكثر، نورمار او محمد جواني. الخبر الثالث اللي عدنا عن اصاله المالح وولادتها، اصاله نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري واللي توضح به انه باقي تقريبا اسبوعين وست ايام على ولادتها مثل ما مكتوب هنا، فالله يقومها بالسلامه يا رب وييسر ولادتها. الخبر الرابع اللي عدنا عن بيسان تيكت وعيد ميلادها، فاليوم هو يوم عيد ميلاد بيسان تيكت، وسام نزل على حسابه بالانستغرام شويه ستوريات يعايد بها بيسان، راح احط لكم هذا الستوري شوفوا. بيسان افعلنا كل عام وانت بخير. It's my birthday. فكل عام وانتم بخير بيسان وعقبال مليون سنه يا رب، ولا تنسون يا حبايب تباركوا لها بالكومنتات. الخبر الخامس اللي عدنا عن نور ستار ومباركتها لانس واصاله بمناسبه وصول قناتهم ل 10 مليون، فنور نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي تبارك بيه لانس واصاله على 10 مليون، راح احط لكم اياه هذا الستوري شوفوه. حابه اقول الف مبروك لانس واصاله، انا الفتره الماضيه كنت غايبه عن السوشيال ميديا، بس حابه عن جد بارك لكم على 10 مليون، عقبال ملايين اكثر ونجاحات اكثر واكثر، والف مبروك. وبس والله هنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناه عشان تكونوا في زي مقاطع من القصص، وبس مع السلامه.